بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أهلا وسهلا بكم في رحاب هذه الحلقة من إرشاد الأنام لمعرفة أحكام الصيام، حيث نتحدث عما يستحب في الصيام. ويستحب في الصيام أشياء هي: تعجيل الفطر إذا تحقق من غروب الشمس، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، رواه مسلم. ويستحب أن يفطر على تمر، فإن لم يجد فعلى ماء، وذلك قبل أن يصلي المغرب، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر، فإن لم يجد فليفطر على ماء فإنه طهور، رواه أبو داود. ويقول: اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت. ولا بد قبل الإفطار من التحقق من غروب الشمس، ولا يكفي الاعتماد على أذان أي كان، فإنه قد يحصل تسرع في إعلان الأذان قبل وقته كما حصل في الماضي في بعض الإذاعات. ويستحب تأخير السحور إلى آخر الليل وقبل الفجر ولو بجرعة ماء. فعن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة، رواه مسلم. ويستحب كذلك يتأكد في حق الصائم صون لسانه عن الكذب والغيبة والكلام البذيء وغير ذلك من الأمور المحرمة. فاعلم أخي المسلم أن الصبر على طاعة الله سبحانه وتعالى أهون من الصبر على عذابه. فكف بطنك عن المحرمات وقت الإفطار، وغض بصرك عن النظر المحرم والكلام البذيء المنهي عنه كالكذب والغيبة، وهي ذكرك أخاك المسلم بما يكره لغير سبب شرعي بما فيه في خلفه. وكف عن الفحش والخصومة والجفاء والمراء. روى البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إنما الصوم جنة أي وقاية، فإذا كان أحدكم صائما فلا يرفث ولا يجهل، وإن امرؤ قاتله أو شاتمه فليقل: إني صائم إني صائم. وكما يتأكد في رمضان كف السمع عن الإصغاء إلى كل ما حرم الإصغاء إليه، وكف بقية الجوارح من اليد والرجل عن المعاصي والآثام والمكاره. وكما يندب كثرة الجود وصلة الرحم وكثرة تلاوة القرآن والاعتكاف في المساجد ولا سيما في العشر الأواخر. فعن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في العشر الأواخر من رمضان، رواه مسلم. وأن يفطر الصوام، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من فطر صائما كان له مثل أجره، غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيء، رواه الترمذي. وقال: حديث حسن صحيح. ومعنى الحديث أنه يكون له أجر عظيم يشبه أجر الصائم، لا أن له مثل أجره تماما في كل الوجوه. وأن يقول إذا شوتم: إني صائم إني صائم. تنبيه: من مات وعليه قضاء من رمضان صام عنه وليه. فعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وعليه صيام صام عنه وليه، رواه مسلم، أي إن شاء ذلك. وإلى هنا تنتهي هذه الحلقة من إرشاد الأنام لمعرفة أحكام الصيام. تابعونا في الحلقة القادمة حيث نتحدث عن الأيام التي يحرم الصيام فيها. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.